رسالتك معبره ويمكن بعض الناس ما يفهم الا بلغه المال. إيه؟ ربت الثروية اي الفلوس إيه؟ طيب الفلوس. دكتور تعلم لا تعلم بالفلوس اللي عندك انا الله يصلحك. الدكتور سعيد انا ابغى ننتقل لجانب اخر اذا سمحت وهو انت تكلمت عن فئتين. احنا نتكلم دائما نقول الشباب احنا نقصد بالشباب الفئتين الفئتين نعم الـ 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 الابناء الشباب والبنات نعم. طيب يا دكتور يظن ان البنات يعني اقل خطرا من الابناء بحكم ان الحرص عليهم ازود وبحكم انهم ما يطلعون من البيت كثير وبحكم ان يعني كيف في الدراسات اللي سويتها او التحليلات اللي سويتوها ايش الاسباب اللي خلت بعض الفتيات تمشي في الادمان؟ والله مثل ما يعني حصل مع الشباب الفراغ الصحبه. أوه. الصحبه لها دور كبير في وقوعهم في هذه الآفة. طبعا السفر والصحبة اللي بالنسبة للبنات هي الأكثر الآن من خلال الحالات اللي تأتي للجمعية. إيه؟ كلما سألنا تجد أنها الصاحب صاحب نعم. فبالنسبة لهم الضغوطات النفسية المشاكل الأسرية اللي تحصل بين الأب والأم داخل البيت لها دور كبير. كثير من الحالات يأتون إلى العيادة يعانون من حالات نفسية بس ما يبعد يا دكتور بعض الناس عاش يتيم وبعض الناس عاش أبوهم مطلقين من يوم خلق ويطلعون من أطيب الرجال أنا معك بس يعني الحالات تختلف صدق. أو التحمل يختلف صدق. من شخص لشخص أنا ودي أشير إلى تفضل يا دكتور بحكم التخصص تفضل إلى بعض مفاتيح الصحة النفسية يا سلام من مفاتيح الصحة النفسية أولا الحفاظ على ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أحسن. المفتاح الثاني هو إلغاء الماضي السلبي وعدم الانغماس في الماضي السلبي يعني انس ما فات أيضا الترفيه في الحاضر في وقتك الحاضر حاول أن ترفع نفسك يقول لك من الأسباب اللي تمنع الوقوع في الضغوطات أو في الاضطرابات النفسية أنك تجعل لك كل يوم صديق كل يوم؟ كل يوم يجعل لك صديق لكن صديق إيجابي وليس سلبي يا سلام طبعا أنا وزملائي وجزنا كنوز اليوم الله يرفع قدرك حنا والله كذلك حنا استفدنا والله منه وجدنا والله كنوز الله يرفع قدرك أحب وأعز أصدقائي يشهد طول الله. عماركم يا دكتور المفتاح الرابع هو التفاؤل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل أحسنت المفتاح الخامس البعد عن العزلة النفس هي ضد الإنسان ولا معه؟ إلا ضده ضده طيب ضده. كيف أعرف أن النفس ضد الإنسان؟ النفس والشيطان والدنيا والهوى اجلس أنت لوحدك في العزلة العزلة بيئة خصبة لاستقبال العزلة تقصد بها جلوس الإنسان لحاله لوحده نعم كذا يبدأ كل واحد منكم الآن لو جلس مع نفسه أكثر الأفكار اللي بتجيه هي سلبية ولا إيجابية؟ إلا سلبية والله سلبية في العزلة وبقائك يعني هذا شيء صعب أيضا المفتاح السادس التغافل أيوه والله المتغافل ليس غافل والله إنه ذكي لأن التغافل هو جسر لعبور كثيرة من المشكلات يا سلام يا سلام صحيح سمعت ما هو أيضا شوف عدم المبالغة في الاهتمام بالسلبيات اللي تصدر من الآخرين لك يعني لا تهتم في كلام الناس جدا أنت سمعت بتتغاضى عنه ليس من أجله ولكن من أجل نفسك أنت المفتاح السابع عدم جلد الذات عدم جلد الذات أو اتهام النفس افرض أنك يعني حتى اللي وقع في محظور شرعي وفي ما أمر ديني وتاب خلاص إن شاء الله إن الله يتوب عليك نعم. فلا تبدأ تجلد ذاتك وتتهم نفسك وليش أني فعلت وليش أني عملت يعني لا تحط من نفسك التغافل وأيضا يعني عدم المبالغة كل واحد يجعل نفسه هو الصفحة الرئيسية أنا لا أقول بقية الأمور هوامش ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ورسوله فيها أشياء لكن أنت حاول حتى تستطيع أنك تقدم صحيح. اجعل نفسك الصفحة الرئيسية تملي في نفسك حتى تستطيع أنك تقدم
النظرة الإيجابية للنفس، النظرة الإيجابية للنفس والثقة في النفس، في فرق بين الثقة في النفس والخيلاء. الثقة في النفس مثلا الشيخ مبارك أسأل الله أن يحفظه، من يقول سالم والأحباب كلهم جزاك الله خير، عنده ثقة في نفسه، هو عنده ثقة في نفسه، أنا بأتكلم، أنا بتصدر هذه الجلسة وأنا بتحدث، لأنه عنده القدرات وعنده الموهبة، هذا ثقة في نفسه. لكن لو جاء واحد ثاني وقال ما أحد يستطيع أن يدير الجلسة إلا أنا، ما أحد مثلي، إذن هذا إيش؟ هذا غرور. هذا غرور. نعوذ بالله. في فرق بين الغرور وبين الخيلاء. وبين الثقة. وبين أي الغرور والثقة في النفس، في فرق بين الغرور، هو الغرور إنه يقول ما فيه إلا أنا، ما خلق ربي إلا أنا. نعم. نعم. لكن الثقة هو يمتلك القدرة فعلاً اللي من خلالها يستطيع أن ينفذ أو يقوم بالدور المكلف به. فهذه بعض المفاتيح للصحة النفسية. والله أحسنت الدكتور، وكتب الله أجرك، وأسأل الله أن يجعلنا وياكم من يستمعون الكلام يتبعون أحسنه. اللهم إن نسمع من الكلام والنصائح واجد، لكن الله يجعلنا وياكم من اللي يتبعونها. ودي أشير بس في لهذه المبادرة القائمين عليها في هذه القناة، واللي يوميا نذكركم بها ونرجي بها ما عند الله تعالى، ونرجي نحن وأنتم أن يشمن